انه واضح ما هو يجاوب على روحه. احنا انا شخصيا مع اللجنه الاولمبيه ومع حتى الاتحاديه ما نتلقاش صعوبات اني نتحصل على اني نتلقى كيفاش راح نقوم بتدريباتي. دائما تكون الامور سهله الحمد لله، هما مسهلين عليا. احنا نتفاهموا بزاف مع الاتحاديه وحتى اللجنه الاولمبيه كذلك الوزاره. الاستحقاقات راهي قادمه باذن الله. بالك كامل المنافسات راهي حابسه في الوقت الحالي، وكما على بالكم انه احنا رانا غيرنا الوجهه تاعنا. الاتحاديه الجزائريه الملاكمه راهي مدرجه في اتحاد جديد اللي هو وورلد بوكسينغ عالم الملاكمه. نظن انه هذه الاتحاديه الجديده هي اللي راح يكون مع المستقبل تاعنا، راح يكون معاها من اجل اولمبياد لوس انجلوس. كما على بالكم ان الملاكمه في مشاكل من اجل ادراجها في لوس انجلوس، ولكن من طرف هذا الاتحاد ان شاء الله راح تكون مشاركه الملاكمه، وحنا تكون منافستنا ان شاء الله حسب برنامج اتحاد دولي جديد الملاكمه.